السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه طبخ ليلى. وصفتنا ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون عباره على حلوه لاكريم او تورته بالكريمه. كتجي لذيذه بزاف وسهله، مكونه جد بساط. كنتمنى انها تنال اعجابكم. ما تنساوش تشاركوا في القناه وكذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد، ونخليكم تتابعوا معي الوصفه. غادي نحتاجوا ان شاء الله في المكونات ديال هذا الجينواز. عندي هنا 4 البيضات يكونوا بحراره المطبخ، 200 غرام ديال الدقيق، حبيسه ديال الملحه، عندي 200 غرام ديال السكر سنيده. عفوا هنا بالنسبه للدقيق الا بغيتو ديروها غير بالفاني كديروا 200 غرام، بغيتو ديروها بالشوكولاته غادي تعوضوا، تنقصوا 16 غرام ديال الدقيق وتعوضوها بالكاكاو. يعني عندي 184 غرام ديال الدقيق، وعندي صاشيه ديال الخماره الحلوه فيها 8 غرام وفاني، و 200 غرام ديال السكر سنيده. صافي هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج. ندوزو لطريقه التحضير. دابا هنا خديت الاناء اللي غادي نخدم فيه، غادي ندير فيه 4 ديال البيضات. ممكن تخدموا بالطراب الكهربائي ديال اليد. غادي نزيد عليهم حبيسه ديال الملح، واحد فاني، غادي نزيد سكر سنيده 200 غرام، وغادي نخلط مزيان هذا الشيء كامل حتى كتطلع الحجم ديالو كيتضاعف. دابا غادي ندوزو نغربلو الدقيق والخماره، خماره وحده وجوج كاكاو، باكيات ديال الكاكاو 16 غرام. غادي نزيد جوج خمارات، الخمارة الثانية، غادي نزيد خمارة، عفوا هادو كاكاو، خمارة فيها 8 غرام، كيف كتشوفوا معايا الخليط ديالي ضاعف الحجم ديالو، غادي نوريكم. دابا غادي نبدا نضيف الدقيق بشوي بشوي، وفي نفس الوقت كيتخلط. غادي نضيف نصف كمية في بسم الله. صافي الخليط ديالي هو طحن مزيان او تخلط مزيان. دابا غادي ناخذ مول مدهون بالزبده ومرشوش بالدقيق، غادي نخوي فيه الخليط ديالي قبل نتاكد ان الخليط مخلط مزيان. وغادي نخويه في المول بسم الله. الفران درتو كيسخون من قبل، ندخلوه الفران ونطلعوه ان شاء الله من بعد ما طيب. غادي نخليها حتى كتبرد عاد ممكن نقسمها. صافي دابا بعد ما طابت لا جينواز ديالي خليتها باتت لي كامله، عاد باش قطعتها خرجت لي 3 ديال الايطاع. علاش كنخليوها تبات؟ باش نبداو نقطعوا فيها ما تفرتتش لينا، يعني تبقى شاده راسها. اما بالنسبه اولا ما كانش عندكم الوقت كتخليوها غير واحد حتى تبرد مزيان عاد باش تقطعوها. بالنسبه للتزيين غادي نحتاج جوج ديال الانواع ديال هذا الموس. هذا هنا عندي ديال الفاني، وهنا عندي بالشوكولاته. غادي نحتاج معاهم كل وحده، غادي نحتاج معها كاس ديال الحليب يكون بارد. دابا غادي نطلع الموس ديال الفاني هي الاولى،
وغادي نزيد عليها واحد الكاس ديال الحليب. واخا هما كاتبين فيها خصني ندير 4 اطرو ديال الحليب، انا كندير غير كاس باش تجيني شاده راسها مزيان. وغادي نطلعها. كيف كتشوفوا معايا الكريمه ديالي ها هي طلعت، كتكون شاده راسها مزيان. غادي ناخذ جيب الحلواني وغادي نحط فيه الكريمه البيضاء. درت الكريمه ديالي كامله هنا، غادي نخليها. غادي ندوز نوجد الكريمه في نفس الاناء اللي خدمت فيه كريمه بيضه، داكشي اللي صبعت البيضه مش ماشي مشكل. واخا ندير هاد الكحله ديال الشوكولاط بنفس الطريقه. غادي ندير كاس ديال الحليب، والاول كنصبع الحليب باش ما يتلصقش ليا هاد البودره هادي، ما تلصقش ليا في الاناء لتحت. وغادي نطلعها، ما كنديرش السكر حيت هي اصلا حلوه. صافي الكريمه ديال الشوكولاته هي حتى هي وجدات كيف كتشوفوا. غادي نديرها في جيب حلواني اخر. دابا غادي نديرهم في الثلاجه باش يبقاو شادين راسهم على ما نوجد السيرو ديالي اللي غادي ندير فيه كاس ديال السكر وكاس ديال الماء، ونطبخهم فوق البوطه مع واحد طريف ديال الحامض. صافي السيرو ديالنا ها هو وجد حتى هو. غادي ناخذ قطعه من لا جينواز. بسم الله. غادي نسقيها مزيان بالسيرو باش تجينا رطبة. دابا غادي نبدا بلاموس ديال الشوكولاط. غادي نقطع غادي نديرو فوق هاد من بعد ما سقيناها مزيان بالسيرو كيف كتشوفو راها ساردة. غادي ندوز هكا، غادي ندير طبقة خفيفة ما نكترش. وغادي ندهنها. كيف كتشوفوا غادي ندير طبقة ديال الجينواز وطبقه بلاموس ديال الشوكولاط، طبقه ديال الجينواز وطبقه لاموس ديال الفاني، ومن بعد طبقه الجينواز وطبقه لاموس ديال الشوكولاط. يعني الفاني غادي يكون هو الوسط. دابا غادي ندير طبقه ديال لا جينواز حتى هي غادي نسقيها مزيان. دابا غادي ناخذ لاموس ديال الفاني حتى هي غادي نديرها بنفس الطريقه اللي درت بها لاموس ديال الشوكولاط. بسم الله. غادي نسرح الطبقه.
دابا الطبقه الاخيره غادي تكون لا جينواز. اللي غدا ندهنها حتى هي بالسير ومزيان. دابا غادي ناخذ الجهه اللي دهنتها بالسير وغادي نديرها هي التحتانيه. دابا غادي ناخذ شويه ديال لاموس بالشوكولات وغادي ندوزها غير من الفوق. غادي نخلي شويه باش نزين. دابا غادي ندير الجناب، غادي نديرهم في البيض، غادي ندوز لاموس ديالي في الجناب كاملين. من بعد باش غادي نقعد بالسباتيل كنعمر الجناب اللي خاوين كنعمرهم. دابا غادي ندوز على الجناب باش تعاد لينا الطبقه. كيف كتشوفوا معايا صافي الكيكه ديالي هاهي بدات تصعد. عمرت كاع الجناب الخاوين صافي. دابا من بعد ما عديتها كامله غادي ندخلها للثلاجه حتى تبرد وندوز نوجد التزيين ديالها. دابا بالنسبه للتزيين غادي نحتاج واحد ياغورت طبيعي وغادي نحتاج كذلك 20 قطعه ديال الشوكولات كحل. غادي نسخن الياغورت ومن بعد كنضيف ليه الشوكولات وكنحرك فيه حتى تيذوب الشوكولات. دابا كيف كتشوفوا معايا ها هو الياغورت ديالي سخنته مزيان. غادي نزيد عليه قطع ديال الشوكولات وغادي نحرك حتى كيذوب لينا الشوكولات في الياغورت. كيف شفتوا معايا كنبقى واخا كيذوب الشوكولات كنبقى نحرك حيت كيبان لينا بحال فيه حبيبات، ولكن فاش كنبقاو نحركو مزيان صافي تيولي معاد وكيولي لامع. دابا غادي ناخذ الكلاصاج ديالي من بعد ما ذاب مزيان. ممكن انكم الا بغيتوا كان عندكم عجده سائله ديروها في بلاصه الياغورت. غادي ندير في الجناب بحال هكا هو الاول. ودابا اللي بقى ليا غادي نخويه من الفوق. بسم الله. غادي نسرحو بشويه. غادي ندخلها للثلاجه وندوزو للتزيين الاخير. دابا كيف كتشوفوا معايا التزيين الاخير غادي نحتاج لاموس ديال الفاني وديال الشوكولات اللي درت ليهم هاد سميتو الطابع او غادي ندير هنا وريدات. بسم الله. كنخليو بلاصه وحده بيضه. صافي دابا اخر مرحله غادي نزين بهذا الفانيد هذا اللي كيكون على هذا الشكل. غادي ندير هذا الكحل فوق البيض
بهذه الطريقه، والاحمر فوق لاموس ديال الشوكولاته. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا، كيف كتشوفوا كتجي زوينه بزاف وكذلك كتجي لذيذه. كنتمنى انكم تجربوها. صافي هذه هي الكيكه ديالنا، كنتمنى انها تنال اعجابكم. وكيف شفتوا معايا مكونات جد بساط، يعني ما فيهاش لا تمره ولا مكونات غاليين. كنتمنى تنال اعجابكم ونطلعوا ان شاء الله فيديو جديد مع وصفه جديده.